اقرأ علينا مناجات التائبين ومناجات الشاكين للإمام زين العابدين سلام الله عليه. مناجات الشاكين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مونعا ولسخطك متعرضا تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلال طويلة الأمال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والساه تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة إلهي أشكو إليك عدوان يضلني وشيطانا يغويني قد ملا بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متنبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مناجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ومات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك
ما أجني لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فواسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أم تهبني موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطي أحد سواه إلهي إن كان الندب على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطية حطا فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعف عني وبعلمك بي ارفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت عليه جميعا يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك ف
فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فكن لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أم تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى، يا موصوفا لا يبلغ بكينونيتي موصوف ولا حد محدود، ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود، يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما
لهما طرفة عين لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا يؤين بأين ولا بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ثم تدعو بما تشاء.